وهذا التصديق يكون هو الحق. أي ترى أن الصديق رضي الله عنه شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم أشهد به بين المراجعة وأخبار بعض العرض لما رأى يعني في هذه الليلة أشهد به من أبي المجلس ورئيس كذا وكذا وراجع صدق خمس دخل وكذا وكذا وإذا نظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقول شيئا قصدا قال ابن قد يا ابن أبي قوحة أحدنا يقول صاحبه أخبرنا على أنه أسجد في هذه الليلة ورجع أنا أخبره أنا أصدق على السماء إن شاء الله لما يأخذ بريكس إن شاء الله عرش السماء قال أصدق على السماء إن شاء الله أسكى ثم الأرض ما استطوش أنا أصدق على السماء شوف الإشارة أصدق على السماء كان هذا الصدق هو عدم انحرافي أن توجه الصديق لهذا الصديق الصديق لي على غيره فلو وجدت أعمال المسلمين في إفق وعمل أهل المسلمين فلا أدار شكرا كما أعطى الله من الصديق قال هذا فلو أخبرني عسر أصلي شكرا عسر من الإخلاص لا يوضع إلا في مكان طاهر هو ينظر سبحانه وتعالى إلى قلب عبده في يوم يؤمن كلا قيم لها وجه الله يجب أن يكسر الإخلاص والشراء لمه إلى الله يسعد مع الله مع صفة عليه بالأعمال الصالحة يسعد الوسطة هو الوسطة فيك خليك دي ما عنده شيء إذا واحد شيء شوف الشيطان لأن الشيطان عنده قوة على الهواجيش على قلب الإنسان أساسا الإنسان يقول أشياء كثيرة حتى بعد رب حتى عليها ولكن له أن الشيخ صحيح يذهب هذا الشيطان موجود شيء قال هو الطريق الذي على العمل الصالح يعني على الصدق يصدق مع الله ومع رسول الله ما خطيب الله حتى يكسب عند الله يا رسول الله صديق لكس هو بشديق فاز وكان في ظل المؤمنين يحبونه إذا حب المربط يتجلى على قلوب الأسرار تلك الأسرار هي الإخلاص لا يعلمها لا ملاك ولا نبي السر من عند ربه حسب صدقه في الله فسقته على السقة الرواش والسقة فيها المجال السقة استوي على عرش قلب الإنسان من يده الله سبحانه وتعالى بالإخلاص هذا الإخلاص خفى إخلاص وقل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والسلوم من إسلام ودعوك قلب النشاء والعبادة لم يطالع عليه ملكة سبات ولا شيء نفسه هذا مفهوم خصوصية خصوصا خصوصا لكن ما يجب أن تصدق ومن يسن في السلعة بعهد الأفضل تسلوا الشيء أو الإنكار يحسن معاني ده ذلك أفضل الثلاثة كان بعض قوليات خلوا في جوها جوالة تعرف بصوار كثيرة متخذ الله ولي جاهل لو علمه ويعنوا يلهموا لكن بدكم يعلموا شيء فرض السنة والصلاة والحسن هم المعنى وتعلموا يعلموا من لدن العلم يلهموا أشياء أما الفرائد والسنان والحال والحرام على لا ينادوا بكذا إنما موقع الفهم فيه صحيح والإلهام لكن باش عقل الكتاب مهم شنو يرسل شيء
وانت قوت سفران الله. إذا كان يسد عند حكام في سهل الفهم وسهل الهفت وإذا كان في علم اللدني هذا سبحانه وتعالى الصدق هو الأصل من أركان طريق الإسلام. الصدق من أركان طريق هذا السر فهمت في مزرعات المحبة. مزرعة في نوع مزرعات المحبة فيها من السر وفي حضر السر السر يبس الإخلاص. أنا لما كانت سمكين ثبت إثبت الإشياء لكن الله أحبب إليكم الإيمان. شو زين؟ زين كله.